شهركم طيب وعيد مبارك سعيد. نجدد اللقاء أيها السادة اليوم مع إطار مغربي يجمع ما بين الحقل التربوي والمجال الرياضي. يتعلق الأمر بالأستاذ سي محمد اليوبي. سي محمد اليوبي، قبل ما نستعرضوا المسار ديال حياته، لابد من الإشارة إلى أنه رئيس جمعية كاراتيدو السعادة بمدينة فاس. هذه الجمعية معترف بها من طرف الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة. بين الأهداف ديال الجمعية تأطير جميع الفئات العمرية ذكورا وإناثا في رياضة الكاراتيه، ترسيخ قيم التسامح، تعزيز القدرة على التركيز واحترام الآخر، تقوية البدن أيضا انطلاقا من القولة الشهيرة الجسم السليم في العقل السليم أو العقل السليم في الجسم السليم، تطوير رشاقة الجسم، تعزيز الانتماء للجماعة. طبعا الأستاذ سي محمد اليوبي اللي كيشغل اليوم مهمة بقسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، هو حاصل على الحزام الأسود درجة أولى سنة 81، حزام أسود درجة ثانية سنة 84، حزام أسود درجة الثالثة ثروزيام دان سنة 1987، حزام أسود درجة رابعة سنة 99، حزام أسود درجة خامسة سنة 2003. يتقلد العديد من المناصب في المجال الرياضي، منها نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب وشبهها سنة 1996، هو أيضا رئيس عصبة الوسط الشمالي للكاراتيه ابتداء من سنة 96، كذلك رئيس عصبة الشمال ورئيس عصبة الشمالي للكاراتيه سنة 97، رئيس عصبة جهة فاس بولمان للكاراتيه سنة 1998، هو الأمين العام للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه سنة 1998، هو أيضا أمين مال اتحاد المغاربي للكاراتيه سنة 2000، هو نائب أمين صندوق الاتحاد العربي للكاراتيه سنة 2000، وأيضا مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه 2002، وهو الناطق الرسمي للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة سنة 1983. سي محمد اليوبي هو رئيس اللجنة الوطنية للكاراتيه المدرسي والجامعي سنة 2004. شكرا سي عزيز على الاستضافة. بالنسبة للإغلاق ديال الأندية، تم الإغلاق ديال الأندية ديال الكاراتيه والتايكواندو والفول كونتاكت، أندية كاع اللي عندها علاقة بفنون الحرب، تم الإغلاق ديالها بناء على القرار ديال السلطات ابتداء من يوم 14 مارس 2020، وهذا تضامنا بطبيعة الحال مع مجريات الأحداث في إطار تصدي الكوفيد 19، كانت هذه استجابة دون شرط أو قيد من الأندية الرياضية، إلا أن هذا كان عنده انعكاسات سلبية على اجتماعية واقتصادية على المدربين وعلى الأندية. لا يخفى على أحد أن كاين واحد مجموعة المصاريف متابعة متبوعين بها الأندية، الكراء، الناس اللي كيشتغلوا إلى جنبهم في الكتابة أو في المساعدة ديال الإدارة التقنية، كلهم متضررين. بالتالي فرغم ذلك فالأسرة ديال الكاراتي بشكل عام صامدة وكانت ملتزمة، علما أنها أن هذه المؤسسة هي مؤسسة للضبط الانضباط لتعليم الانضباط. فبالتالي حنا جميع الأندية الرياضية الكاراتي
انضبطت بشكل فوري، وساهمت بطبيعة الحال في هذه العملية، هذه عملية الحجر الصحي. ثم بخصوص المساهمة، الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة برئاسة السي محمد المقتبل قررت أنها تساهم في صندوق الجائحة كوفيد 19، ساهمت بما يزيد على 100 مليون ديال السنتيم، وكانت السباقة لهذه المبادرة، كانت مبادرة تتأكد على أن الجامعة جامعة وطنية، وذلك تنفيذا لإحداث الصندوق اللي دعا ليه سيدنا نصره الله. وبالتالي فالأسرة الكاراتي من خلال الجامعة الملكية المغربية للكاراتي والقرار ديال السيد رئيس الجامعة السي محمد المقتبل، هذا تيشرف الأسرة الكاراتي، يشرفنا وحنا باش تكون هذه الجامعة هذه من بين السباقة لهذه المبادرة، هذه مبادرة مشكورة عليها ومبادرة طيبة بطبيعة الحال. بخصوص المساهمة ديال الجامعة الملكية المغربية الكاراتي في إطار الدعم ديال الأطر ديالها، فالجامعة كذلك قرر السيد رئيس الجامعة السي محمد المقتبل كذلك قرر باش تعطى واحد مبلغ مالي ما يفوق على تقريبا حوالي 2000 درهم، 1800 درهم بالضبط، فائدة لهذه الأندية التابعة للجامعة الملكية المغربية للكاراتي. وفي الحقيقة الجامعة مشكورة على هذه المبادرة هذه، إلا أن ما غادي تحلش المشاكل ديال العديد من المدربين، خاصة أن كاين اللي المورد الرزق ديالو من النادي الرياضي. وبالتالي نرجو ما نكرهوش، وكاين كاين كاين واحد المطالب ديال بعض الاخوان يعني تيكرهوش ان تكون مبادره حكوميه خاص وتساهم الدوله كذلك انطلاقا من صندوق كوفي 19 لمحاربه هذه الجائحه هذه. ما نكرهوش ان الحكومه تخصص لهذه الفئه هذه الدعم ديالها تدعمها، لانها فئه متضرره من جراء هذا الوباء، خاصه انها التزمت التزام مطلق وانضبطت امام ودعت كذلك الى الالتزام بالحجر الصحي. واعتقد ان ضروري من الحكومه ومن سيدنا نصره الله انه الرياضي الاول، فهو الرياضي الاول وكان دائما دعامه وحفيز للرياضه الوطنيه، فانهم تشاف لهم اتخاذ بعين الاعتبار انهم فئه متضرره جدا منها من 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 كورونا، وبالتالي فخص الدوله تاخذ بعين الاعتبار هذه الفئه هذه المتضرره. بخصوص الانشطه عن بعد، بطبيعه الحال مجموعة من الأندية ومن العصاب قامت بأنشطة رياضية عن بعد مع التلاميذ ديالها للترفيه عليهم والفك ذاك الضغط وتقليص حجم الضغط اللي النفسي اللي عليهم. وحاليا كاينة بطولة وطنية عن بعد نظمتها وزارة التربية الوطنية تعاون مع الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة، والجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، والجامعات أخرى، باش يضموا واحد البطولة وطنية، والأسرة الكاراتي والجامعة الكاراتي والأسرة الكاراتي والأندية الكاراتي متحمسين وغادي يشاركوا إن شاء الله بكثافة ويساهموا في التنشيط هذه العملية هذه. وهذه مبادرة قامت بها وزارة التربية الوطنية، مبادرة جيدة، فالتخفيف على الضغوطات النفسية اللي على التلامذ ديالها،
وكذلك الخلق واحد الجو رياضي داخل الاسره، والمساهمه في التنشيط والقيام بالحياه المدرسيه حتى خارج المؤسسات التعليميه. فهذه مبادره طيبه جميع الجهات وجميع الاقساط ديال التابعه للجامعه الملكيه المغربيه فتساهم. وحنا هنا بدورنا في فاس كانت واحد المجموعه ديال المبادرات، كانت مبادره ما بين عصبه الشمال للكاراتيه اللي خدات البادره بطبيعه الحال، والسي صالح كان دار واحد التصور باش تنظم بطوله ديال الكاراتيه على المستوى الجهوي ما بين عصبه الشمال وعصبه الاطلس، عصبه مكناس الاطلس والاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين بجهه فاس مكناس. وكان عندهم تصور وكانوا بصدد الاقلاع وبصدد التنظيم ديال هذه المبادره، ولكن منين جات مبادره مركزيه يعني ما بين جامعه الكاراتيه والوزاره وجامعه التيكواندو، فبطبيعه الحال الاسبقيه لما هو وطني، وربما من بعد تنظم هذه البطوله لما لا. هذا الشيء اللي ممكن يتقال بخصوص هذه المرحله. هذه النداء ديالنا كممارسي كمدربي ديال الكاراتيه ان الحكومه تاخذ بعين الاعتبار هذه الفئه لانها فئه متضرره جدا، خاصه ان كاين القوت اليومي ولا الشهري ديالو راه من الانديه من النادي الرياضي. إذن هناك مضاعفات اقتصاديه واجتماعيه ومعاناه ديال هذه الفئه هذه. فنتمنى ان الحكومه وان سيدنا ان شاء الله ياخذ بعين الاعتبار هذه الفئه هذه وترصد لها واحد الميزانيه اللي في حجم ما تقوم به هذه الفئه، خاصه انها مؤسسات تربويه مؤسسات رياضيه تساهم في القضاء على واحد المجموعه ديال الظواهر الشئيله اللي تتمس الاطفال ديالنا. وبالمناسبه تنشكر السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه السي محمد المقتبل على المبادره اللي قام وعلى هذه المبادره بطبيعه الحال اللي غادي تدخل بطبيعه الحال الفرحه للانديه والمسؤولين على الانديه. وتنتمنوا للكاراتي الوطني النجاح واستمرارية في النجاح ان شاء الله.